ذكرت في هذا المقال مجموعة من التجارب العالمية، وقلت بأن هناك تجارب ناجحة نجحت في كثير من المشاكل والصعوبات التي طرحتها، وقلت بأن بإمكان المغرب كذلك أن ينجح في الرؤية المقترحة. ولكن لابد قبل ذلك، قبل أن أرجع إلى هذه الجوانب الأساسية، أن أبدي مجموعة من الملاحظات الأولية حتى استطيع الأخوات والإخوان المتواجدين معنا أن يشاركون في بناء تصور ربما مخالف وجديد لما يمكن أن يكون عليه إصلاح منظومتنا التربوية. سمعنا إلى أولاً الخطاب الرسمي حول الإصلاح، وطبيعي أن الأستاذ عكار المشارك في وضع الرؤية قدم لنا هذه الرؤية بجميع خطوطها وقربها إلينا. سمعنا كذلك إلى الأستاذ فارس وهو داخل وزارة التربية الوطنية، ولا يمكن أن يكون خطابه إلا ذلك لأنه داخل دار وعارف مجموعة هي القضايا. ولكن بالنسبة لنا نحن خارج وزارة التربية الوطنية وخارج المجلس كذلك المجلس، نعم، فماذا سيكون موقفنا وكيف نرى الأمور؟ الخطاب حول الإصلاح دائما من الناحية الرسمية يكون جميلا. استمعنا إلى نفس الخطاب بالنسبة للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكنا متفائلين وقلنا بأن هذه هي الفرصة الجميلة لتغيير منظومتنا التعليمية. ولكن مع كامل الأسف أننا فوجئنا بعد مرور 10 سنوات أن هناك فشل. وحينما نقول هناك فشل فهو فشل للمجتمع، فشل للتنمية، فشل لمجموعة من الأجيال التي بالحقيقة عرض عليها هذا الإصلاح. جاءت فكرة أخرى للمخطط الاستعجالي لتدارك البطء الذي عرفه تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وقدم لنا كذلك في جبة أنيقة، وقلنا ربما هذه الفرصة هي هذه اللي غتكون إن شاء الله وسنصل إلى الأهداف. ولكن مع كامل الأسف مرة أخرى صدقنا سنة 2013 بداية 2013 حينما قدم لنا المجلس الأعلى للتعليم تقريره المعروف وقال بأن المخطط الاستعجالي بدوره لم يصل إلى أهدافه بمعنى أنه فشل. وعلى أساس كما قال الأستاذ على أساس نتائج هذا التقويم بنينا هذه الرؤية، ولا أدري هل سنكون متفائلين مرة أخرى المرة الثالثة، أنه يجب علينا لكل مسؤولية أن نطرح مجموعة من الأسئلة وأن نكون واعين وأن نهيئ أنفسنا، لأن هؤلاء أبناؤنا هم الذين يجدوا هذه الإصلاحات كلها. حينما يبدأ الإصلاح اليوم صحيح أن نتائجه ما تكشف شيء إلا على 30 سنة 40 سنة، ولكن في مدة 30 سنة 40 سنة تتبع الأجيال وعادل الأجيال كلها كتمشي. بالنسبة لي فيما يخص هذه الرؤية فهي أولا عبارة عن رؤية، وفي مدخلها قيل لنا بأنها ليست برنامجا إجرائيا، هي فقط رؤية معينة يمكن الاستعانة بها، يمكن أخذها صحيح إذا كانت هناك تغيرات سياسية، إذا كان هناك فستكون هناك وثيقة رسمية يمكن الاستنارة بها في وضع مجموعة من الخطط، ولكن ليست برنامجا إجرائيا يعني تطبيقيا يمكن أن يطبق بحذافيره. إذا فلننتظر ماذا سيطبق من هذا من هذه الرؤية أو وماذا لا يمكن أن يطبق. تساءلت كذلك وقلت لماذا أولا لا نتكلم عن مشروع مجتمعي، أن نتحدث عن مشروع مجتمعي ونشرك الجميع في تحديد هذا المشروع المجتمعي
وتأتي مجموعة من المداخل ومن بينها المنظومة التربوية كمكون من المكونات لتفعيل هذا المشروع المجتمعي. سمعنا الخطابين أولين في الأساس لا نتكلم عن شيء اسمه المجتمع، يعني أي مجتمع نريد، ونتفاجأ بأن هناك مشكلة لغة، مشكلة جودة، مشكلة تأمين، مشكلة كذا، مشكلة إلى آخر. يعني هذه المسألة الأساسية، كذلك ربما أولاً بضمان خيرات الجميع، لأن الرؤية يجب أن تكون الرؤية واضحة، أن لا يكون هناك غبش. والرؤية الواضحة هو طبيعة المجتمع الذي نريده لبلادنا ولأبنائنا. أعتقد بأننا لو أننا ربما تكلمنا بأننا نريد مجتمع معرفة بهذا المجتمع، مجتمعنا يكفي من الأمية. البداية الأساسية يكون الانطلاق مجتمع معرفة هو القضاء أولاً على الأمية التي تعقل التنمية في بلادنا وتعقل المشاركة. إذن فهذا هو المدخل الأساسي لبناء مجتمع المعرفة قبل أن نصل إلى ما مجتمع الاقتصاد ومجتمع كذا أو إلى آخره. نريد مجتمع الكفاءة، أي جودة التعلمات. وحينما نقول مجتمع الكفاءة هنا بالنسبة لمنظومتنا أي الاهتمام بجودة التعلمات، والكل يشهد اليوم على نباهة جودة تعلمات مدرستنا. بشهادة المسؤول الأول عن وزارة التربية الوطنية، وزير التربية الوطنية يقول بأن ما يقرب من 80% من التلاميذ لا يعرفون القراءة والكتابة ولا يفهمون ما يقولون كذا، وهناك هدر مدرسي، ويمكن الرجع إلى مختلف الخطابات خلال هذه السنة. نريد كذلك النقطة الثالثة، المكون الثالث في هذا المدخل، مجتمع القيم. نريد كذلك أن نتفق على نوعية القيم التي نريدها لمجتمع. نحن نعلم أن لنا حضارة، لنا ديانة، لنا مجتمع، لنا لغة، ولغتنا هنا أولاً حسب الدستور اللغة العربية واللغة الأمازيغية، وبدأنا نشك، والمجتمع يشك في الخطاب حول اللغة العربية. هل من حقنا اليوم أن نشك في هويتنا والتي وتعتبر اللغة العربية مكون أساسي لهذه الهوية؟ بعد 60 سنة من الاستقلال نشك اليوم ونقول علينا أن نراجع هذه اللغة وأن نستعمل لغة التلفزيون، وما هي هذه لغة التلفزيون؟ هل هي ديال الأفلام المدبلجة؟ هل هي الدارجة؟ هل هي كذا؟ خصنا ندوزو مباشرة نقولوا المغاربة شنو بغينا؟ واش نختصر؟ أنا أعتقد بأن اللغة ديال الاستحكام، اللغة العربية التي تكلم بها هي لغة سليمة ولغة تواصلية ولغة جميلة. هذه هي اللغة التي نريدها. واللغة ديال سفارس التي قدم بها عرضه كذلك هي لغة تواصلية، لغة سليمة، لغة جميلة. ما جبناها شيء من شدة الكرة. علاش اليوم عاد نطرحوا هذه المشاكل كلها؟ بمعنى ان هناك ربما استراتيجيه اخرى لم يتم الاعلان عليها، اذا علينا ان نكون صرحاء مع المجتمع، نقول لهم اودي لا اللغه العربيه راه مصلحه الدول، راه بينا كذا، راه غندخلوا اللغه الفرنسيه، غندخلوا اللغه الفرنسيه لاش للتواصل، بغينا ندخلوا اللغه ديال التواصل وديال العلم وديال المعرفه اللغه الانجليزيه. توفرت الشروط الضرورية، كانت لغة الجبر، لغة الفلسفة، لغة الطب في أزمنة معينة. البرتغال دولة كانت فقيرة وصغيرة، استعمل لغتها الوطنية الأصلية التي تعلمها يعني اللغة الأم. الإسبانية بجانبها اللغة الإسبانية، اليونان
إلى آخره، فرنسا إلى آخره. لماذا نريد اليوم أن نربط فشل المنظومة التربوية باللغة العربية؟ هذا مس بكينونتنا وبوجودنا وبهويتنا، هذا مشكل كبير كذلك. هذا الإصلاح، هذه الرؤية، مزيان الأفكار تكون مزيانة، مزيان أننا نحلمو، مزيان أننا نبغي واحد ندير واحد المجموعة ديال الأمور. هل حددنا ثمن هذا الإصلاح؟ من بين المشاكل الكبيرة التي أدت إلى فشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الميثاق الوطني، هو أننا كنا نحلم مزيان ولكن لم نكن واقعيين في اقتراحاتنا اللي جينا نطبقه. لقينا بأن ما عندناش الإمكانات المادية، إذا فما هو الرصيد المالي، التكلفة المالية لهذه الرؤية التي نريد تطبيقها؟ لأن الإنسان راه يمكن لما اللي يكون في داره يبدا يحلم، ولكن ملي كيخرج للسوق راه حاجة أخرى، يشوف داك الشيء اللي عنده في الجيب واش فعلا غيجيب به داك الشيء ولا ما غيجيب هذه الأمور هذه. إذا فأخاف كذلك مرة أخرى أن تكون في حقيقة هذه الرؤية عبارة عن حلم، هذه المسائل ممكنة، هذه ماشي غير ممكنة، هذه كذا إلى آخره، لأن هذا سي تان باكيج، ما أننا كنطبقوه كله باش نوصل للنتائج النهائية ديالو، ما كانش اختيار، ما كانش انتقاء، هذه صالحة هذه ما صالحاتش إلى آخره. أتساءل كذلك بأننا نحن اليوم سنة 2016، احنا في سنة 2016 والرؤية 2015 إلى 2030، في سنة وشي حاجة الآن، ماذا تحقق الآن من هذه الرؤية؟ هل دخلت هذه الرؤية إلى المنازل، على الأقل إلى المنازل؟ واش الآباء عارفينها؟ واش المدرسين عارفينها؟ واش المؤسسات التعليمية كلها عارفينها ولا لا؟ أنا في مؤسسة تعليمية لتكوين المدرسين، 1200 مدرس عندنا هذه السنة، الرؤية لم تدخل إلى هذه المؤسسة، ما جا حتى شي واحد قدمها وشرحها ووراها لهاد الناس اللي غيتخرجوا، اللي غيتخرجوا الآن في نهاية تقريبا هاد السنة هذه. لذلك فكيفاش كان اذا شكون من كان قد صحيح بان راه كاين واحد المرور في الاكاديميات وفي كذا الى اخره، ولكن هادو الناس ديال الاداره ديال كذا ديال هذه الى اخره مضطرين باش يجيو وكيسمعوا وكيديو دوك الكتيبات وكيمشيو في حالتهم. واش التلفازه العموميه؟ راه هذه تلفازه عموميه كذلك، كان من المفروض كل اسبوع، لان هذا مشروع مجتمعي، الرؤية مشروع مجتمعي، إما أننا غننجحوا فيه ولا قدر الله إلا فشلنا فيه أعتقد بأن ستكون كارثة بالنسبة لنا. التلفزة العمومية اللي كنخلصوا الضرائب ديالنا كدوز فيها أمور ما متفقنش عليها، ما بغيناهاش، ما كتنفعنا بحتى شي حاجة. لماذا لا يخصص هناك أسبوعيا على الأقل واحد البرنامج بالأمازيغية وبالدارجة وبالفرنسية وبالعربية، استدعاء ناس والشارح إلى آخره باش الناس يستوعبوا وينخرطوا في هذا المشروع هذا. اذا هناك مشكل ديال التسويق ديال الاصلاح، عندنا ضعف تسويق ديال الاصلاح، بمعنى ان الادوات التي نستعملها في تطبيق وفي تفعيل هذا الاصلاح ربما غير جاهزه وغير قادره على تسويق هذا الاصلاح، بما ان هاد الادوات، هاد الناس فشلوا في تطبيق الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، وفشلوا في المخطط الاستعجالي، ونجيو عاوتاني هما نفسهم اللي غيتكلفوا لنا باش ينفذوا الرؤيه الاستراتيجيه، فاعتقد بان هناك مشكل كبير وكبير جدا، اي اننا في المساله الاداريه يطغى علينا الطابع الاداري. عمر وثائق كما قال سيد الهي، صيفط مذكرات، كيقراوها ولا ما كيقراوهاش، واغلبيتنا ما كنقراوش المذكرات. انا كنت معلم، كنت استاذ، وعرفت شنو كاين، ملي كتجي المذكره كيدوزها المدير كنوقعوا لتحت والسلام ومشات، لا راه صيفطنا، راه قلنا لهم راه كذا الى اخره. اذا فاعتقد بان هذا هو المشكل اللي هو مطروح. بالنسبه للثقه، نتكلم عن الثقه لان هي الاساس. كيفاش يمكننا نردوا الثقه في المغاربه؟ كيفاش يمكننا نردوا الثقه في المغاربه باش يمكن لهم ينخرطوا جمعيات الاباء؟ واش منخرطين اليوم ولا ما منخرطينش؟ ما عرفتش انا غير كنتسائل، واش عندهم شي معلومات على هذه الرؤيه؟ واش قادين هما يوصلوا
هاد الناس حتى هما يوصلوا المضمون ديال الرؤيه. واش التلاميذ ديالنا في الثانويات وفي الاعداديات وفي المدارس الابتدائيه التلميذ براسو واش عارف هاد الرؤيه وعارف الابعاد ديالها؟ اخاف مره اخرى ان الرؤيه تمشي حتى الباب ديال المدرسه، لان المخطط الاستعجالي كان كله زوين ومزيان غادي كيتمشى حتى الباب ديال المدرسه، ما استطاع شاي انه باش يدخل للمؤسسه التعليميه، وهذا هو سبب الفشل. عندنا بعض المشاكل، علاش حنا مشينا من الفوق وجايين نازلين لتحت؟ لماذا لا نغير؟ حنا ما قدرناش نغيروا نهرسوا نبدعوا في الاصلاح في التطبيق ديالو. عندنا مشكل ديال المدرسه، المدرسه هي الاساس وتقالت. اذا اشنو كنديروا اليوم لهذه المدرسه باش يمكن لها تمشي بعيد في التطبيق ديال هذا الاصلاح؟ عندنا مشكل ديال الجوده، بغينا الجوده وتقالت في النقاط الاساسيه، جوده التعلمات، كل شيء كيتغنى بجوده التعلمات، ما اجرائيا ماذا يعني جوده التعلمات؟ ماذا يعني جوده التعلمات؟ يعني اولا الفضاء ديال المؤسسه يكون فضاء جميل، فضاء مرتاح للمدرس وللتلميذ. المدارس ديالنا تقريبا كما هي، يمكن شي صباغه اللور وكذا الى اخره. جودة التكوين ديال المدرسين، أن الناس ديال المدرسين يدار لهم تكوين اللي يسمح لهم باش يمكن لهم يطبقوا الرؤية. الحوافز اللي غتشغل هاد الناس كذلك، واش كاين شي حوافز؟ واش كتبشر الرؤية بشي حوافز؟ واشني هي؟ ويمتى غتبدا هاد الحوافز؟ لأن راه هاد الناس باش يمكن لهم ينخرطوا. البرامج والمناهج اللي تكلم عليها الاستاذ اساسيه كذلك ومهمه، كيخص الاشراك ديال الناس فيها. وهنا غندوز ربما للجانب اللي كنت تطرقت له في المقال ديالي، ان ما هو دور الجهويه في تطبيق هذا الاصلاح. الجهويه عندنا الان والدستور ديال 2011 كذلك تقريبا رسمها وعطاها مساله اساسيه، دور اساسي في التنميه. اذا ما هو دورها في تفعيل الرؤيه؟ هل رؤساء الجهات بمختلف الان، وحنا كنعرفوهم كاملين رؤساء الجهات، الا درنا لهم تقريبا دياغنوستيك، الا درنا واحد التشريح، رؤساء الجهات ديالنا واش هما فعلا شادين يعني عارفين المضامين ديال الرؤيه ودايرينها مشروع مجتمعي ديالهم داخل الجهه باش يطبقوها في الجهه؟ النيابات او المديريات الان ما سمي بالمديريات الاقليميه، واش فعلا الان حتى هما اذا عارفين وعندهم وعي كبير بالابعاد ومنخرطين، او لا مسائل اداريه حتى هما وثائق صفه النتائج، ارى هذه ارى كذا ارى كذا الى اخره. اذا اعتقد بان مساله التربويه كما قال الاخوان هي مساله اساسيه، ولا يمكن ان نتصور مجتمعا اللي هو في الحقيقه مجتمع اللي قدر يتحكم في العلماء، اللي يتحكم في التكنولوجيات الحديثه، الا ما كانتش عنده منظومه تربويه صالحه لهذه الاشياء كلها. اعتقد بان المساله اللغويه اساسيه ومطروحه كما قلت بحده، جودة التعلمات كذلك مطروحة بحدة، والمسألة الجهوية هي الأساس وغتلعب دور أساسي وكبير. وأعتقد إلى حد الآن الخطابين اللي سمعناهم لا ما كانش هناك الكلام، ربما يمكن تنسات شي شوية، ما كانش هناك الكلام على الجهوية وعلى الدور ديالها في تفعيل ديال الرؤية. أنا ماشي متشائم، ولكن عندي غيرة على المدرسة المغربية اللي بغيتها تكون مدرسة في الحقيقة مفعمة بالحياة، مدرسة اللي في الحقيقة كتخلق الكفاءات، مدرسة اللي كتعطينا واحد المجموعة ديال القيم، مدرسة اللي هي منفتحة أمام الجميع. نقطة أخرى وأخيرة اللي يمكن لي نقف غير عند الصعوبات والمشاكل، الجامعة المغربية كذلك، تكلمنا عن الجامعة المغربية. الجامعة المغربية الآن السي عكرة كيعرف هذه المسائل لأنه الجامعة وعد العداد فيكم كيعرف هذه الجامعة. وضعية الجامعة المغربية أمام الجامعات الخصوصية.
أن الرؤية أعطت، ربما أعطت، لأن هذا هو التوجه اللي غادي فيه المغرب الآن، أعطت أهمية كبيرة في خوصصة التعليم الجامعي، وبدأت كتحط عندنا جامعات نعم موازية بمستويات عالية منافسة للجامعة المغربية. وخلينا الجامعة المغربية في وضعها الحالي، وبقات الجامعة الأخرى في الفوق. طبعا أن هذه الجامعة المغربية اللي خرجات الأطر بحال السياكار وبحال أساتذة كاملين، إذن غتمشي للإضمحلال. لنعتقد بأن الإشكاليات ديال المنظومة التربوية إشكاليات معقدة جدا، وأعتقد بأن الجميع يتحمل المسؤولية، لأنني أخاف أن يكون خطابنا اليوم هو سنة 2030 هو نفس الخطاب مرة أخرى، سنتوقف وسيكون هناك إشارات بأن ما الرؤية لم تحقق أهدافها، وربما 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 وكذا إلى آخره، ونعود تاني نجيبوا شي سمية أخرى جديدة، ويجيو تاني مسؤولين أخرين، لأن احنا محال واش غنكونوا مازال هنايا، ويجيو تاني شي مسؤولين أخرين ويبداو تاني يقدموا وكذا وهذا 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 إلى آخره. إذن ضروري إذن من تحمل المسؤوليات ومن الوضوح في الأهداف التي نريد الوصول إليها. وأعتقد بأن أكتفي بالنقطة الأخيرة، بأن جودة التكوين مسألة أساسية. لا أدري وزارة التربية الوطنية في إطار تطبيق هذه الرؤية واش عارف العدد ديال المدرسين اللي خصها في سبتمبر 2016. هالناس اللي كيتكونوا هاد العام ما غيتعينوش في سبتمبر 2016، تعطت لهم الوعود بأنهم ربما يمكن في آخر ديسمبر وبداية يناير واحد العدد غيخرج التقاعد، والتقاعد النسبي لا أدري شحال غيكون في الأقسام ديالنا. واش حنا السيد وزير التربية الوطنية قال بأن كاين أقسام اللي فيهم 70 تلميذ، أخاف أننا نصلوا لمية ومية وعشرين تلميذ، ولا يمكن أن يتحقق التعلم الرديء، أقول الرديء لا الجودة، التعلم الرديء في قسم تقريبا فيه هذا العدد ديال التلاميذ. ولكن على كل سنتفائل وسننخرط في هذه الرؤية.